ميزوري 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 بحذاء المهزلي تصل الكرة إلى رويت رويت يخلص والهدف الهدف الأول لبيت الفريق التونسي الهدف الأول لبيت الفريق التونسي قلب من الرويتي تصفى أحد المدافعين ويكون الهدف الأول لبيت الفريق التونسي في دقيقة 17 هدف عنده قيمة كبيرة هدف عنده قيمة كبيرة ياسر بلعب يعتبر مضاعف المسؤول التعادل هدف الفريق القومي التونسي الآن يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه هذا ياسر قلنا أن الفريق القومي التونسي قادر باش يوصل إلى مناطق المنافس قادر باش يوصل إلى مرمى زكي هذا أمامكم الرويتي عبر الفرحة فرحة أمام وكذلك الجمهور التونسي جمهور التونسي لا تابع للغزيرة قصيصة ثم زوج طائرات سرتان وصلوا الآن وكلهم يشجعوا الفريق التونسي في هذا الملعب هدف حقيقة من ذهب بالنسبة للفريق القومي التونسي ما توصلش الكرة إلى المهزمي تم قرفة وششان هدف ششان ولكن هدف التعادل هدف التعادل كانت غلطة من ششان طائري كان بالمطار خمسة وعشرين دقيقة لعب هذه الإعادة لاحظوا الخلفة من التيمومي شوف شوشان معرفش كيفاش يمسك الكرة صفة دم مرة أخرى في شوشان ولقى محاولة كذلك المحجوبي تصبح النتيجة هدف لهدف دقيقة 25 حذاري حذاري الهدف الثاني كريمو على ما اعتقد كريمو مري الهدف الثاني من كريمو مري الدفاع كان ثم بعثة ثم بعثة غريبة ما عرفت كيفاش يحكم سواء الدفاع شفتوا كريمو مري وحده خلاه بدون محاصرة بدون محاصرة إذا 2-1 31 دقيقة لعب 31 دقيقة لعب هذه الإعادة لاحظوا خلف الرأسية من كريمو ميري في ظرف 6 سيمومي سيمومي يغير الاتجاه الإمام باهي الإمام إعادة الدفاع نبيل معلول توفيق المهزبي توفيق المهزبي نبيل معلول هجوم أكتيفيت الفريق التونسي ثم زمان الإمام من ناحية اليسار زمان الإمام وطارق زوز ضد زوز باهي المراوغة من الإمام الإمام حافظ على كورته مراوغة أخرى وتشميد اللعب ذكاء من الإمام ذكاء من الإمام من هنا في البلد يقوم بإعادة الجزاء ثم طارق الإمام طارق الإمام يقوم بإعادة الجزاء وهدف الهدف الثاني الهدف الثاني لفئة الفريق التونسي طارق الإمام طارق الإمام يسجل الهدف الثاني في 47 دقيقة لعب 47 دقيقة لعب والفريق التونسي يعادل النتيجة عن طريق طارق الإمام الهدف الثاني الهدف الثاني هدف الثلاث شهرين يقول هذا الفريق القومي التونسي يأمل بحلوله يأمل بحلوله ويتمكن في أرض المغرب بالرباط بالذات من تسجيل عن طريق قدوم الفريق طارق المعلم طارق المعلم يتمكن ويخلي الشبكة تتكلم مرة أخرى في الذهاب في المنزل ومرة أخرى في المغرب بالذات وتكي طارق غياب في هذه اللحظة بالذات يعدل النتيجة هدفين لهدفين ويمكن الفريق التونسي من الترشح إلى الأدوار النهائية.